طلع على الشارع اللي احنا فيه كم سياره بساعة؟ يدوب سيارتين صح؟ طلع هي انا اخذت اقصى يمين الشارع. شو اسمه هذا اللي احنا فيه هسه؟ شارع. شو اسمه؟ شارع. النقطة اللي بلتقي فيها شارعي مع الشارع الرئيسي شو بتشكل عنها؟ نقطة التقاطع. صح. زاوية التقاطع اللي هي الأقصى اليمين الزاوية هناك مزبوط؟ لهناك أقصى الشمال تقريبا بسع 6 سيارات إذا ملاحظة، رغم إنه شارعنا كم سيارة بسع؟ هون تنتين. تنتين. طب اقسم البيدر من النص أو اقسم التقاطع من النص ولا تعتدي على النص الثاني، ولا تعتدي وجيب العجل الشمال بنص التقاطع مع ميلان بالشكل هذا. هل أنا معتدي على الشارع؟ لا. شايف النقاط؟ اللي بدي يفوت من هون. شو حاسس الشارع على مستوى إيش؟ على مستوى حق. مشت؟ إجري. إجرك طلعي. صعبة؟ لا. طلعي هاي اللحظة بدي أطلع فيها يا مريم. بنزين. طلعي ما لفيت ستيرينج، تفاتت السيارة على الشارع، أخذت الستيرينج بشكل قوس مائل. وصفت السيارة بأقصى يمين المصعب وبرجع للثلاث قواعد الذهبية اللي هي الحافة محاذية لكتفي، مرايتي كل 3 ثواني، وسرعتي تقريبا من هون للمطب للترخيص ما بتتحمل 50. هدي سرعة 20 للمطب يلا مع مراي. يلا امسك الستيرنج يا مريم. بنزين. في شخص لامس الشارع الرئيسي ولا مش لامسه؟ لامسه. غمام شمال بدون زمور وجهك بوجهه. هدي على البريك لنفوت على الترخيص. وين غمازك؟ مرايتك مكثفة. أيوة. جيب العجل الشمال ما بين الذهاب والإياب منصف. بس يصير بو السيارة على مستوى بداية فيها بلف. يلا لف. طبعا ممنوع التصوير على باب الترخيص لما يكون فاتح. تعال عندي. ترك البنزين، ترك الداسات. شايفة اللي طالع من باب الترخيص ما بيكشف الجايين من هون، ما بيقدر يكشفهم، عشان هيك في ناس إيش بترسب. طب زياد شو بدي أعمل؟ ولا شيء. هاي بوابة الترخيص تمام، وقفي عند بدايتها. قيم جرك روزنا. بوقف عند بدايتها. طيب بعدين بنزل بالسيارة تدريجي لحد العمود. شايف العمود؟ وبرد انتبه كم مره منيح بشكل ممتاز للدخله، ما بكون معرض السياره للخطر. يعني هسه لما انا رح اطلع من هون بدك توقفي على بدايه الصور ليجي واحد مسرع بدايه. طب ما بكشفهم. مو انا بحكي ما بكشف. ما بكشف. بدي اطلع شوي شوي بوقف. برد امشي لحد العمود. وبرد اهدي واكمل اذا فيش حدا. يعني هسه هون بطلع بوقف نفسي. هسه بوز السياره لما يكون على البوابه اسمها الوقوف على بدايه حرمه الشارع. شو اسمها؟ الوقوف على بدايه حرمه الشارع بالضبط. بعد هيك مش كاشف بسبب الصور، بصير انزل السياره شوي شوي، مش اندفع وجهي دغري. ندفي ندفي بمشي، مش ندفي ندفي لحد الجلطه. يعني بالشكل هذا هيك تركت بريك كامله. بتكون السياره تمشي 10 15. بانتباه شديد لجهه الشمال فيش حدا، بكمل تمام. اشوف روحي وقفي لي اياها. بدنا نروح على اليمين. غماز يمين. فيش انت فيش حدا بطلع. انت شوفي قرري اذا غلط لي. انا بحكي لك غلط. طبعا يفضل زي هيك سيارة جاي عليك ما بيعرف سواقتك الفاحص، كيدي شوي عبين ما تمرق. مطب كم لازم سرعت يا مريم؟ 20. يا شيل رجلك. مش كل المطبات 20، بس هذا المطب عشان رئيسي وعريض وهندسي. اللي أوطى منه 15، اللي أعلى منه 10. نروح على اليمين نفس الجولة يا مريم. نزل السرعة يلا. قربي على الخط الأصفر منيح يا مريم. طلع بالمراي مكثف يا مريم. كمان بريك كمان بريك كمان. طلع السرعة كم سرعتك؟ لازم تكون 20 تحت ال 15. تحت ال 15. طلع كم السرعة؟ مريم هذا الشارع بتحملش أكثر من 20. تمام. شو حكيت أنا؟ ما بتحمل أكثر. كم سرعتك؟ أنا هاي بنزلها 25. ها ما أنت ما قاعد أحكي لك. خاصة الكوربة اللي شوي جيت عليها مسرعة أكثر من 20. تمام. حتى أنا قلت لك أسرعتي صح؟ آه. مريم نفس الجولة، غماز يمين ووقفي دالية. انت قاعد بتوقفي؟ انا شايفك بتدعس بنزين يا مريم. لف ورجعي. هل بريك لانهيتيه صحيح؟ لا كان. هل وقفتي بصفنة المراي ولا بدون؟ بدون. يلف ورجعي. غماز شمال ستيرنج شمال نقطة عمياء مع بعض. لا
النقطة العمياء بتيجي شباكك ولا الشباك الخلفي؟ الشباك الخلفي. هاي الشباك الخلفي يا مريم. أيوة. يلا اطلع. لا تلعب بالستيرنج زي قبل شوية مريم. ضلك نفس الستيرنج ولا تحرك الستيرنج للحظة. المسي البريك صرنا بوجه نزول. لا تلعب بالستيرنج لو سمحتي. ووقفي. هيك برجع بطلع هون. طبعا دكتور بدي تنتبهي على الشمال. وعلى اليمين. أيوة. وتطلعي. تمام مرة شمال وطلعي. تمام. اسمعي القاعدة بتقول انه لما بدي اروح يمين اخطر نقطة على السيارة شمال. ولما بدي اروح شمال اخطر نقطة على السيارة. يمين. لما بدي اروح يمين بنتبه على الشمال كم مره؟ مرتين. ولما بدي اروح على اليمين مرتين على الشمال بنتبه مرتين. مرتين. وصلت؟ اطلعي بدون بدون بنزين. يلا بنزين امشي 25. يلا لما تصل الكوربة بدك تكوني لامسه البريك يا مريم، مش زي قبل شوي ضليتك داعسه بنزين بخاف الفحص. تركي طلع كم سرعتك صارت يا مريم؟ لازم اضل 25. هدي. يلا لمسي البريك يا مريم. غماس مال اقسمي التقاطع للنص وجيبي العجل لشمال. غماس مال كمان مره يا مريم. ايوه. وميلي بوز السياره باتجاه الشمال يا مريم. نعم بالشكل هذا. ماسكه البريك يا مريم صح؟ بنزين مريم بشكل قوس مائل تجيب الحافة على مستوى صح انك تروح على الذهاب دون المساس بالإياب صعب؟